معلومات عن طائر النعام. كيف نشتري النعام؟ متى يبلغ؟ في أي عمر نشتري فرخ النعام؟ وما أسعاره؟ وماذا يأكل؟ وما هي عيوب مشروع النعام مقارنة بين مشروع النعام وغيره من الحيوانات؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك. السلام عليكم، من قناتكم الحياة عجائب. النعام، ذلك الطائر العملاق، يعد من أكبر الطيور على الإطلاق، ولا يمكن للنعامة الطيران لحجمها الكبير، وهو من المشروعات التي تجذب العديد من الأشخاص، حيث يعد النعام من الطيور التي تنتج بيضاً بكميات كبيرة. نصائح قبل الإقبال على شراء النعام. 1- عليك أن تكون على قدر كبير بمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالنعام. 2- اشتري الطائرة من مصدر موثوق، لا تشتري الطيور الكبيرة إلا إذا اشتريتها من ثقة، حيث يتخلص منها المربي لوجود عيوب بها، ويفضل شراء الطيور بعمر سنة ونصف، ويفضل ألا تشتري فرخ النعام الصغير أقل من عمر شهر، لأن الفرخ الصغير تكون مناعته ضعيفة، ويتراوح فرخ النعام عمر شهر من 2000 جنيه إلى 3000، والأسعار تتفاوت بحسب النوع والعمر والوقت. اعلم أن بداية بيع النعام تكون بعد أسبوع، وتكون في مرحلة الخطر، ويفضل ألا تشتري أقل من أسبوعين، حيث يقبل بعض الناس على شراء النعام في سن صغير بسبب أن الفرخ الصغير يكون أرخص. عزيزي المشاهد، احذر، هناك نسبة نفوق أكثر من 20% في الفروخ الصغيرة، ويزيد سعر النعام كلما تقدم في العمر، وتخرج النعامة من التحضين بعد 3 أيام. مما تتكون أسرة النعام؟ أسرة النعام تتكون من ذكر واثنتين من الإناث، أو 3 من الإناث للذكر الواحد. في بعض الأنواع سعر الأسرة ذكر واثنتين من الإناث بالغين بسعر يبدأ من 70,000 جنيه. ولكن في أي عمر نعرف الذكر من الأنثى في طائر النعام؟ نعرف الذكر من الأنثى بعد سنة، يتم معرفة الذكر من الأنثى. متى يبلغ طائر النعام ويصبح جاهزاً للتزاوج؟ يبلغ الذكر من النعام عند عمر 2.5، وتبلغ الأنثى قبل الذكر عند عمر 2. يصل طول النعام من 2 إلى 2.5، ويحتاج إلى مكان مرتفع وإلى مساحة كبيرة. يصل متوسط وزن الطائر البالغ ما بين 100 إلى 130 كيلوغرام. أما عن عمره الافتراضي فيعيش ما يقرب من 50 إلى 80 سنة في حالة الرعاية الجيدة. ويأكل الفرد من النعام في السنة ما بين 800 كيلوغرام إلى 1000 كيلوغرام كحد أقصى من الطعام، ويأكل في اليوم ما بين 2 إلى 2.5 كيلوغرام من الطعام. كم بيضة تضع أنثى النعام؟ تبيض النعامة الواحدة في السنة من 45 إلى أكثر من 50 بيضة في العام. متى يفقس بيض النعام؟ ويفقس البيض من 40 إلى 42 يوماً. من الممكن أن تستمر النعامة في البيض والإنتاج لمدة قد تتراوح ما بين 35 إلى 40 سنة. يعد النعام من الطيور التي من الممكن أن تتحمل درجة الحرارة العالية، ولكن يجب أن تقوم بتربية النعام في مكان درجة الرطوبة فيها ليست عالية. ويباع لحم النعام الكيلو بما يزيد على 250 جنيها، ويباع الريش أيضا الكيلو منه بثمن مرتفع قد يصل إلى أكثر من 1000 جنيه، كذلك الجلد والدهن أيضا. والبيضة غير المخصبة يتم بيعها بأكثر من 100 جنيه للبيضة الواحدة.
ولكن ما هي أفضل سلالات النعام؟ تعد السلالة الإفريقية لطائر النعام من أفضل الأنواع من الناحية الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى أنه من الممكن أن تضع الأنثى حوالي 50 إلى 100 بيضة في العام الواحد. يتمتع الذكر بلونه الأسود الداكن والريش الأبيض في الجوانب، بينما تمتاز الأنثى باللون البني، بالإضافة إلى أن حجمها أصغر من حجم الذكر. تحديد موقع ومكان إنشاء مشروع تربية النعام. عليك أن تقوم بتحديد مكان تربية النعام، فإن كنت سوف تبدأ بحوالي 10 نعامات، فعليك أن تبدأ في مساحة لا تقل عن 4 قيراطات. عليك أن تقوم بتوفير مساحة كافية للنعام، لأنه يحتاج إلى مكان للجري، حيث أن قدرته على الجري عالية جدا، لذلك هو يحتاج إلى مساحة مناسبة. تغذية النعام. يجب أن تحتوي وجبة النعام على كل هذه العناصر الغذائية، وهي الذرة الصفراء المطحونة، البرسيم الحجازي، الفول الصويا. كلما كانت الوجبة متكاملة، كلما كان هناك سرعة كبيرة في البلوغ والنضج. تسويق النعام. يعد التسويق من أساسيات نجاح أي مشروع، ويعود ذلك إلى الاحتياج التام إلى الطلب المتزايد عليه. وتعد لحمة طيور النعام من أغلى أنواع لحوم الطيور، سواء داخل مصر أو للتصدير للخارج، حيث تقبل عليها العديد من الفنادق والمطاعم الكبرى لتقديمها للزبائن بجانب بيض النعام أيضا. من عيوب هذا المشروع التسويق من جانب اللحم، إذ لا يقبل عوام الناس على شراء لحم النعام مقارنة بغيره من لحم البقر والماعز والدجاج، ويقتصر شراء هذا اللحم على الأغنياء، حيث أن كيلو اللحم الواحد من النعام قد يصل إلى أكثر من 250 جنيها. كذلك فالنعام لا يجوز الأضحية به، وبهذا لا يكون تسويقه مثل الأغنام والماعز والأبقار التي تتميز بتسويقها الجيد في هذا الوقت من العام. وعلى المربي أن يكون على معرفة بالتجار وأصحاب الفنادق والمطاعم والراغبين في شراء لحم النعام وبيضه. أما تسويقه فمن حيث شراؤه للإنتاج والتربية فتسويقه جيد، إذ يقبل الكثير على شرائه للتربية والإنتاج. وفي بداية المشروع ينبغي أن يبدأ المربي بأسرتين أو ثلاثة. ابدأ بكمية قليلة حتى تكون قد حصلت على الخبرة الكافية. من عيوب المشروع أنه يحتاج إلى مساحة كبيرة، ويحتاج إلى رعاية بيطرية. وفي الختام نتمنى أن نكون قد جمعنا لكم كافة المعلومات. السلام عليكم.